يا خويا ارحم والديك ما كسر لي الطوموبيل انا جبتها هاي لك هنايا شوف لي زومبرات باش تحكموا السرق ما مسيتهاش كامل لي زومبرات الاكسبيريون تاعي باين تشوف لي فيلم يا مروح هذاك لي زومبرات معلاش يا خو واش فيها يا خويا واش سرقوا لك واش داولك سرقوا لي البوست يا خو ايه هي البقوق ولازم تفهم البودره هذيك غاليه نديروها غير زعما واذا قتلوك ولا داو البوست لك شي واحد خشين يا خو مانيش على البوست ماني على الاخلاق اليوم بالك سرق بوست دو طوموبيل غير دو يقتل الاخلاق تعجبينا يا خويا احنا البودره هذيك نديروها غير ويدقتلو اه وي هكا سمحت يقتلوني شوف لي فيلم يشوف يشوف لي فيلم وكي تبحروا لي كوارت لازم نروح للكوميساريا باش ندير ديكلاراسيون دو فال انا كي راح قلت بالك راح يعاونوني ويحوسوا معايا على الكوارات منا صح امنوا ولا قعدوا صار في هكا يرحم والديك يا خويا مسرقوا لي كوارت ازرب بلي ديكلاراسيون كارت قبل ما يدير بهم شي حاجه ها هو يا خويا دابك لازم تماركي ومن بعد نعطيها لك على كاش 3 ايام ولا فوق 3 ايام سرق بالك يبدل البلاد يا خو يا خويا اسمح لي والله ما نقدر لو كان معرفه ولا نديرها لك صح الله غالب ما نعرفكش يا خويا اسمح لي سي فري مي داك نشوف لي فيديو تاعك ونفس والله غير نعرفك غير في لي فيديو ما نعرفكش يا خويا ودوك اسمح لي بكره راهي 11 يا خويا هذاك هو انا طلع عندي بوست تاع الزوج اسمح لي يوم مور ما تفري كل اسمع لا بوليس وقبل ما يبداو يحوسوا على السراق يسقسيو كلكي كيسيون باش يعاونوهم في القضيه خويا الله يرحم والديك سرق او هنا برك اكتيفي راح حكمو دوكا يرحم والديك دقيقه برك دقيقه ما تقلقش يا اخو قولي برك باش نمارك ياسك انت يا مزوج ولا لا اخو يا خويا وما ادري بوندير لك على هاد لي كيسيون سرق او هنا الله يرحم والديك حكمو يا اخو كيفاش يا اخو تعرف خير مني خليني نخدم خدمتي يا خويا واش هي الماكله اللي تحبها هاي يا خويا اكتب مسفوف يرحم والديك احكم لي سرق دوكا يا اخو مسفوف مسفوف قولي انت في رايك زعما هكذا زعما علاش زوج كي يرقدوا في الشجره ما يطيحوش يا خو هرب السرق هذا ما كان تربح سي بون تربح هاي خلاص ايسي كورس السراقين ما ولاوش كامل يخافوا بيان سير مادام كاين بوليس يسمين ولا كاع المشاكل هذوما اللي فاتوا السراقين ولاو ما يتقلقوش كامل والله غير كاين الخدمه اليوم الحمد لله ها سرقنا ما شاء الله فور اما عين هربوا اصبر مازال دوك ما يجوا يبداو يحوسوا علينا نستقهوا ومن بعد نروحوا والبيسي هذا ما جبتو البيسي هذا اللي سرقتو من الكوميساريا اللي من فوقه كاين جريمه لابوليس تاعنا مازالها مريطار فيها بزاف وهي الجريمه الالكترونيه سي با لا بيان شقول لكم اذا كنت ما كاين جريمه الكترونيه كيفاش حصل لكم كيما انا هكذا عطاو لي لابوست تاع الفيسبوك تاعي يا خويا راني نسبو في الناس هضروا في اسمي سبب لي احراج كبير يا خويا شكون مستلف بالجريمه الالكترونيه هنا شكون الجريمه الالكترونيه يا خويا الجريمه الالكترونيه الفيسبوك الانترنت راك على بالك مي يا هذا مهبول واش نخلط هذا هنايا كاين حاجه مليحه بزاف يديروها لا بوليس وهي الحملات التحسيسيه هذيك يعلقوا لي بلاك برا ويكتبوا فيهم دي ميساج منها باش يربيو الناس طيب شنو جامي صرات هكذا واش راك اذا باس بخير ولا حس حمد ارى واش عندك ارى ارى اطلق 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 يا خو شوف البلاك ماشي مليح نكونوا سراقين والله ان شاء الله والله ما مليح يا خويا والله يسمح لنا بزاف يا خويا هكذا والله يسمح لنا عرفوا خويا كاين حاجه في لابوليس دوكا ولات نورمال مي ترجع شويه اللور ما كانتش كامل وهي نسا لابوليس ايماجيني زعما بكري طفله تحب تولي بوليسيه العار 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 واش كاين غير الخير بنتي بنتي واش بيها بنتك ماتت يا ولو كان غير مات الكلبه لو كان غير واش بيها يا افتخر الزمان انا الشرف والراه بنتي دخلت لابوليس بوليسيه بنتي انا الله اكبر مي دوكا تبدلت العقلية كامل مي سيرتو سيرتو كي زادو لهم في الشهرية ولا ماني حمس بنتك بنتي انا فيهم البوليسية ها صراحة البوليسية يا خويا راه موصيني عليها بزاف
نصارحك انا عطوني فيها 350 مليون واذا تمد اكثر راهي لك. مد انا ما يكيبي الله يبارك. دابري لا بوليس لي مارس نتلاقى بهم يقولوا باللي يقدروا يحوزوهم فاسيلمون من داك بلا صبا ولا يمدوا لهم صبا جايبهم. صاكيفه 30 سنه خدمه دوك تحوزوني. الله اسمح لنا يا خو، كنت مخدمك على جال واحد الحفره في الطريق لتحتا دوكا ولا غير سقموها غودرون بيان. والله يا خويا دوكا ما عندي ما ندير بيتا بيان سير سيدي زيوس قصره وبليزير. لا بوليس تاعنا نقول لهم ربي يخليكم لينا والله يعاونكم، ما نقدروش نعيشوا بالامن بلا بيكم. رونديفو تاعنا ان شاء الله في ايبيزود واحد اخرى. انا نبقي نقول لكم كي العاده غير الله يفارقنا بلا ذنوب يا من عاش غرقلوني العار واش كاين غير خير بنتي واش فيها بنتك ماتت ادي ماتت باش نودك قهوة ومن بعد نروحوا. والبيتي هذا مين جبتو؟ هذا البيتي هذايا انا سرقته من الكوميساريا اللي من فوق. الله اكبر. والله قد سرقنا اليوم ما طريب يا اخويا الحمد لله كاين الخدمة. الوقت باش نعرفو. الله اكبر واه علاش زواوش حيت يخرج من الشجره على الله الله يبارك فيك انس والله يخليه لنا وكما نقول لك الله يبعد عليه بلا مصايب. انس انا معك